دلوقتي معانا جامعة الشرق الأوسط من الأردن، نتحدث عن التخصصات اللي ممكن تدرسها. معانا أستاذ محمد الشاي، رحبوا بيه على المسرح معانا. مرحبا، أحكي أردني ولا مصري؟ عشان تفهموا علينا. هي دي جامعة الشرق الأوسط اللي احنا شفناها. بس أنا بدي أحكي للطلاب اللي واقفين هناك والطلاب الموجودين، كلنا نتجمع لنعرف شو ممكن ندرس في جامعة الشرق الأوسط. ممكن نتجمع يا طلبتنا؟ أنا هستنى دقيقة للطلاب تتجمع في جامعة لنسمع شو التخصصات الأكثر طلبا بسوق العمل، التخصصات اللي تزبط لثانوي صناعي. فبطلب من الجميع يتجمع لنحكي عن الذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة الذكية والتخصصات التالية. اللي مش عارف مش فاهم على أي جملة أنا ممكن أترجم له إياها بالمصري يعني. طيب، إحنا جامعة الشرق الأوسط جامعة أردنية خاصة، تأسست ب 2005 ولغاية الآن صار 18 سنة يعني الحمد لله. قدرنا نحقق في هال 18 سنة مميزات كثيرة واعتمادات وتصنيفات عالمية. لدينا الآن 3 برامج، عندنا برنامج البكالوريوس ب 27 تخصص وبرنامج الدبلوم العالي بتخصصين، واللي بيفكر يدرس دراسات عليا عندنا دراسات عليا ب 10 تخصصات. في الوقت احنا بإيديو تيك عشان نحكي عن التخصصات اللي بتزبط لثانوي صناعي فني صناعي. عندنا 10 تخصصات للثانوي فني صناعي مثل الذكاء الاصطناعي والسايبر سكيورتي وهندسة الأنظمة الذكية والكمبيوتر ساينس وهندسة الطاقة المتجددة والمدنية وهندسة العمارة والتصميم الجرافيكي والبرمجيات والداخلي. 10 تخصصات بيقدر يدرسها طالب ثانوي فني صناعي بجامعة الشرق الأوسط. ليه جامعة الشرق الأوسط وليه ندرس بجامعة الشرق الأوسط؟ جامعة الشرق الأوسط هي الجامعة الوحيدة في الأردن اللي عملت شراكات مع جامعات بريطانية بتقدم من خلالها برامج في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وبرضو نحكي ليه جامعة الشرق الأوسط، لأنها الجامعة الأردنية الوحيدة اللي جميع كلياتها حاصلة على شهادة الجولة المحلية وحاصلين على 5 نجوم في تصنيف كيو اس العالمي وحاصلين ضمن افضل 110 جامعة عربية. ليه جامعة الشرق الاوسط؟ لانه معدلات القبول عندنا للطالب المصري بتختلف عن الطالب الاردني، فمعدل القبول للهندسة بيبدأ من 65 ولباقي التخصصات من 50%. ليه جامعة الشرق الاوسط؟ لانه جينا دلوقتي لمصر عشان نقدم منح لطلابنا المصريين بتوصل ل 50%. لو عايزين تستفسروا اكثر عن جامعه الشرق الاوسط اهو الجناح هنا هناك، ما فيهوش ولا حد دلوقتي لانه الكل بيصورني، بس انا اول ما اخلص هنزل واوقف فيه. اهلا وسهلا فيكم طلابنا، تخصصاتنا كثيره تطبيقيه تكنولوجيه، بتقدروا تستفسروا اكثر عن التخصصات مثل هندسة الأنظمة الذكية والطاقة المتجددة المدنية العمارة. برضو نحكي عن هندسة اللي هو الذكاء الاصطناعي الـ AI والسايبر سيكيورتي وهندسة البرمجيات بجناح جامعة الشرق الأوسط الموجود مقابلنا هنا. راح نكون أنا وزميلتي فرح حقيقية. 10 تخصصات بيقدر يدرسها طالب الثانوي فن صناعي، منح تشجيعية بتوصل ل 50%، اعتمادات دولية بجامعة الشرق الأوسط. هاي الجامعة اللي هي تعتبر المميزة الأفضل في من الجامعات الأردنية، جامعة بتقدم منح تشجيعية وحاصلة على تصنيفات عالمية، ماخذين الأول في البحث العلمي بتصنيف سيماجو العالمي وخمس نجوم بتصنيف كيو اس العالمي، ومخدين ضمن افضل 110 جامعات عربيه. البوث بتاعنا والجناح بتاعنا مقابل المسرح، نستقبلكم واهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم.